السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفة لو مش موجودة فيك عمرك ما هتحقق حاجة في حياتك، صفة الجرأة. كل الناس اللي نجحت، كل الناس المليونيرات، كل الناس اللي عملوا حاجة في الدنيا كان عندهم الجرأة. الجرأة ان هو يحلم. مدام ربنا اداك الجرأة ان انت تحلم، يبقى اداك لازم تكون عندك الجرأة ان انت تجري ورا الحلم ده. الموضوع واضح؟ من غير ما يكون عندك الجرأة ان انت تبتدي حاجة جديدة، تتعلم حاجة جديدة، من غير ما يكون عندك الجرأة انك تخالف الناس اللي كلها الناس الفاشلة، الناس اللي عايشة اليوم بيوم، والناس اللي بتدفع المرتب بيخلص قبل اخر الشهر، لو انت عندك الشجاعة انك تقول انا مش زي دول، يبقى انت عندك جواك الشجاعة انك تعيش حياة غير دول. ربنا ما خلقناش نتجوز ونخلف وندفع فواتير ونشيل هم بكرة. ربنا خلقنا عشان نعمر الارض دي، وربنا خلق فيها كل حاجة بزيادة. اللي يفهمك ان الارض فيها نقص فلوس، نقص فرص، نقص نجاح، يبقى هو فاشل. خلي بالك كل اللي بيحبطوك دول ناس ما عندهمش احلام، او حاولوا فشلوا فعايزينك تقعد جنبهم. خليك مختلف، خلي حلمك كبير، اجري ورا حلمك. ربنا اداك رمى في قلبك ان انا مش دي حياتي، انا مش هنا، انا مكاني ده غلط، انا ظروفي دي مش بتاعتي، يبقى انت في حاجة بتناديك. طب ما تفهم ده، ما تقرأ عن ربنا بقى، اقرأ عن نفسك اللي بتكلمك، دي مش حياتك. خلي عندك الجرأة ان انت تعمل حاجة، انك تتقدم. كل الناس بتتكلم، كل يوم بيجي لي 100 رسالة، انا عايز افتح بيزنس، انا عايز اغير حياتي، انا حياتي وحشة، انا مش عارف ايه. طب نبتدي نعمل، مفيش. كل معظم الناس كده، ما تبقاش زيهم. انت عندك الجرأة، اجري ورا حلمك لغاية ما تشوفه بعينيك وتمسكه بايدك. غير كده مفيش حد من الناجحين ما كانش عنده الجرأة. ما كان الجرأة دي عارف هتعمل ايه؟ اولا هتخلي عندك الفكرة انك تغير، تاني حاجة هتخلي عندك السبق ان انت تقف قدام الناس كلها تقولك انا مش انت ما تقدرش، تالت حاجة انك لما تقع يكون عندك الجرأة ان انت تقف تاني، انك تتحدى العالم كله انه لغاية ما توصل للي انت عايزه. الجرأة ان انت لما تتلاقي الطريق ده ماشي مش ماشي صح، تغير الطريق وتروح للطريق تاني. الجرأة هتخلي عندك حاجات كتير قوي تعملها، غير ان انت تقعد تسمع كلام بقية الناس وانت مش واصل لأي حاجة. جبان، انا خايف اسيب الشغل، خايف اجرب لفشل، خايف افتح مشروع لاخسر، خايف للناس تعيب عليا. يا ربي هتقعد مكانك وبرضو الناس هتعيب عليك، وبرضو محدش هيساعدك، وبرضو اللي انت هتنام فيه هتقوم فيه. خلي عندك الجرأة، يجي لك الفكر ان انت تغير. خلي عندك الجرأة في القلب ان انت تجري ورا حلمك. خلي عندك الجرأة ان ما يكونش عندك منافس تاني من كل الناس دي الا انت، منافسك الوحيد هو انت، مفيش حد يقدر يقف قصادك لان مع هو مش منافس ليك. انت بتنافس نفسك عشان تبقى بكرة احسن من النهاردة، بتنافس نفسك عشان توصل لاحسن نسخة منك، بتنافس نفسك عشان تمسك الحلم اللي انت شفته في دماغك تمسكه بايدك. لو ما عندكش جرأة انك تجري ورا حلمك، هتعيش وتموت في نفس المكان. كل الناس العظيمة كان لهم الجرأة ان هم يكونوا مختلفين عن الناس، انه يقفوا قصاد الناس، انه يجري ورا حلمه ويهموش الناس، انه يوصل ابعد ما يقدر بدم في نفس. انما الناس اللي بتموت زي بتعيش وتموت عشان تاكل وتشرب وتتناسل، كل مخلوقات ربنا بتعيش وتاكل وتشرب وتتناسل. انت مش كده، انت في قلبك مش كده، انت في عقلك مش كده. خلي عندك الجرأة. لو هتنسى كل فيديوهاتي وتفتكر نصيحة واحدة، خلي عندك الجرأة على التغيير، وخلي عندك الجرأة انك تجري ورا حلمك وتبتدي المشروع اللي انت عايزه. الرسالة واضحة، من غير جرأة هتموت مكانك.